حاجه ما كتحركنا وحتى حاجه ما كتزعزعنا، حنا ثابتين على المواقف ديالنا. حنا امام رئيس جاب برنامج ديالو، جايب واحد النيه حسنه، جايبو يخدم واحد الفقره، حنا كنمدو ليه يدينا. حنا سميتو انا بالنسبه لي انا شخصيا تنشوفو، قلتها دائما ونبقى ديما نقولها، قلت بانه انا ملي كنضد الخدمه اللي كدار في الوزير كنضد البدراوي كمشروع ماشي كشخص. بدراوي راه يجي ويمشي ويجي واحد اخر ويجي ويمشي ويجي واحد اخر، الدرجه اللي كتبقى واللوغو اللي كيبقى خالي. فانا قلت بانه سميتو انا كنضل ليه كمشروع. لهذا في الوقت اللي كانت الهضره والله غلط على الانتدابات، كنت نخرج كنقول ودي ما خصناش نبقاو بزاف نور الكوقيت الانتدابات، ونبقاو بزاف نور الكوقيت مساله النتائج ومساله كذا ومساله كذا، لان خصنا نشوفوا المشروع، خصنا نشوفوا الخدمه اللي كدار، واش كتمثل واحد لو بلوس، واش كتمثل واحد الجديد، واش كتنقى الفرقه كتنقى، واش العيوب ديال الفرقه كجمعيه. راه ما نبقاوش نهضروا غير التشكيله والكره والبطوله والمنافسه وفين كلاسين واش النتيجه، واش كتبان لك المجموعه والفرقه ككيان كجمعيه كتنقى، واش غادوا كتصوب، لانه هاد الناس اللي دازوا راه كانوا بغيو يهبطوا للدوزيام ديفيزيون بالعربيه، المسائله عارفينها الناس. دونك هاد الناس هادو خصنا نعرفوا بانه ان شاء الله الفرقه ديالنا الا كنامنوا بالمشروع فكيخصنا ندعموا المشروع ونحاربوا اي واحد بغى يحارب هذا المشروع. بغينا نحاربوا جميع دوك الناس اللي مشاو تنقلوا المركب ديال مولاي الحسن، ومنهم واحد خينا الا كتشوفوا واحد طويل واحد المنخرط، هذاك راه هو اللي كان شاد الميكرو في الجمع العام اللي انتخب اللي كانت فيه المسرحيه وانتخبوا فيه انيس محفوظ، هذاك هو اللي كان شاد الميكرو وسط المنخرطين، هو اللي كيعطي الكلمه واللي كيحيد الكلمه، واللي بان ليه باغي يناقش التقرير المالي وباغي يناقش التفاصيل وباغي يناقش شي حاجه اصلاحيه ولا هذه ولا باغي شي حاجه كيقول لي بارك صافي صافي عقلتو عليه، وراه هو اللي باين في الفيديو قدام داير راسو زعما راه كيفك، هو باغي يفك، هو باغي يدافع على 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 على, على البدراوي، بينما العكس هو الصحيح. هذوك من اول المحيحين ومن اول الانصار ديال الناس اللي فاتوا اللي كانوا شادين الرجا وكانوا مستنفعين من الرجا ومسترزقين من الرجا. اذا حنا اليوم راه شوف امام مفترق طرق صعب جدا، وخصنا نكونوا متماسكين ونشدوا الفرقه ديالنا نحلوا وننتقدوا كما العاده كما العاده. الشيء الرجاء كنا ربحات نفس الشيء، غادي نخرج وغادي نجبد اللعابه ونقول هذه كانت مزيانه هذه ما كانتش مزيانه، هذا الشيء عارفونا في الصالح ديال الفرقه ديالنا، ماشي كنديروا بشي نيه ديال الهدم. لهذا سميتو ولكن الناس اللي هما كيتسناو الفرقه في الدوره وكيتسناو المكتب في الدوره خصنا نكونوا بالمرصاد ونكونوا ديما واقفين مع الرئيس ديالنا ومع الجمهور ومع المكتب المنسيه ديالنا ومع اللاعبين ومع المدرب، باش ان شاء الله تكون هذه غير سحابه صيف وتكون غير سحابه عابره، وان شاء الله ترجع المياه لمجاريها.